احنا بني عذرة من اصلنا رواد، نحن اصايل العرب ابطالنا امجاد، ابطالنا امجاد. من رحاب البادية فتح مسرح كاريكلا بوابة الزمن ليعود الماضي ويعانق الحاضر بأساطير وحكايات الأمس. فحكاية اليوم التي يقدمها مسرح كاريكلا إلى العالم مستوحى من الذاكرة التاريخية للجزيرة العربية، وهي ملحمة الحب الشهيرة بين بثينة بنت حيان وجميل بن معمر. في 17 و18 من مايو الحالي تحط المسرحية الغنائية جميل وبثينة رحالها في الدوحة على مسرح المياسة في عرضين اثنين ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب 33. ويسرنا اليوم استضافة مخرج مسرحية جميل وبثينة السيد إيفان كاراكلا. صباح النور وأهلا وسهلا فيك معنا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني بداية عندي حشرية أعرف هل القصة التاريخية، قصة الحب الملحمية اللي نقلتها أجيال وكتبت عنها كتب كتير، كيف تم اختيارها لا تقدموها بهالمناسبة؟ يعني أكترية أعمال مسرح كاراكلا هي مبنية على تاريخنا الثقافي وتاريخنا العربي وهويتنا وعاداتنا وتقاليدنا، من أليسار ملكة كارتاج أو الأندلس المجد الضائع، أو هلأ هي جميل بثينة. بتعرف جميل بثينة هي مسرحية غنائية راكصة مستوحاة من ذاكرة التاريخ وللجزيرة العربية. يعني بالماضي كان اسمها وادي الكرة اللي هي اليوم منطقة العلا، وهالقصة يعني استوحينا منها لأنه حسينا مثل هي مثل روميو وجولييت تبع الجزيرة العربية، فكان فيها مواد نقدر نستخدمها تا نمسرحها ونطلقها عالميا. وهي صراحة الفكرة كمان كانت للهيئة الملكية للعلا لأنه جميل بثينة يعني من العلا، فحبوا كمان أنه يعطوا رمز هالقصة الحب لعشق من هالمنطقة من خلال مسرحيات مسرح كاراكلا حول العالم يعني. وهيك انطلقت القصة. واليوم بتحط رحالة بالدوحة وإلى جانب الرقصات والأغاني وكل هالعمل ونجوم العمل، هناك أيضا مشاركة من نجوم قطريين يعني موجودين، الممثلين مشعل الدوسري وخالد ربيع أيضا موجود. مزبوط. أخبرني أكثر على هذه المشاركة كيف كانت؟ يعني بتعرفي وقت كاراكلا بيزور أي بلد بنحب يكون عنا علاقة بالثقافة المحلية كمان، يعني عنا أعمالنا عندهم عدة نسخات بالعربي بالفرنسي بالإنجليزي. وقت رحنا قدمنا بالصين طريق الحرير كان في مشاركة مع ممثلين من الصين عم يحكوا بالصيني، ذات الشيء بأبو ظبي أو بالسعودية على طول في تعاطي مع ممثلين محليين. فكمان هون كان يشرفنا فعلا أنه مع خالد ومشعل يعني الشباب، أول شيء تحية لهم، ثاني شيء شكر للمركز شؤون المسرح كمان للتعاون حتى نستخدم من الطاقات والمبدعين والممثلين القطريين، كلهم أخلاق فعلا وقدروا يتأقلموا بسرعة كتير يعني فيها هارموني مع العمل مع القصة مع أدوارهم، والأكثر أهمية مع الأفراد المختلفة بالعمل لأنه هن إضافة جديدة على العمل. ولكن مثل ما قلت لك بنحب وقت نزور البلد يكون لي علاقة بالمجتمع الثقافي، مش فقط اجى كاراكلا عمل حفل توفل، لا يترك أثر ثقافي أثر فني وأثر علمي مسرحي. إيفان ذكرت العروض العالمية ورح أرجع للحديث عنها أكثر، ولكن حتى عروضكم فتراتها بين بعض متباعدة شوي. عندي يعني الآن ذكرت أنه حتى العمل الآن هو قدم قبل في مكان آخر، الأعمال عندما يتم إعادة عرضها بيتغير فيها شيء أم بتكون هي ذاتها؟ لا، المضمون بيضل ذاته، العمل بيضل ذاته، ولكن بيصير في نوع من adaptation إذا بدك على الموقع اللي نحن فيه. عندك مسارح بالداخل، عندك مسارح outdoors بالخارج، وعندي كمان وقت نضيف عليه اي لغه مختلفه غير العربي يعني او ممثلين مختلفين مثل خالد ومشعل معنا،
بيصير في بعض الادابتيشن المحلية الموجود، ولكن العمل بيضل حامل مضمونه الثقافي والفني أكيد. إذا كان العمل ما بيتغير جوهره من مكان لمكان، الأعمال التاريخية التعامل معها جدا دقيق، مظبوط، وكأنها أسيرة قالب معين. بتقدموها بهالقالب أم بيكون فيها مثل إدخال لمسة عصرية أو شيء جديد؟ بتعرفي بيقولوا التاريخ بيعيد نفسه، صح، فلا شك أنه الواحد يقدر يكون عنده فكرة عن المستقبل، يكون عنده علاقة بالماضي تبعه. فأكيد منزور هالأعمال التاريخية والمضمون التاريخي، ولكن الترجمة تبعه بدها تكون معاصرة على طول، معاصرة بالرسالة للعم بيشوف العرض، يعني معاصرة تقنيا، معاصرة فنيا، خاصة أنه مسرح كاراكلا عنده جمهوره العالمي، يعني العربي والغير العربي، يعني من الصين لأمريكا لأوروبا للجزيرة العربية. فعطول بده يكون هونيك في ترجمة للعمل أو طريقة يقدر يتقدم العمل له علاقة بالجمهور أو بالبلد اللي نحن عم نزوره. وهيدي النقطة اللي حابة أسأل عنها، هالتقديم العالمي، مسرح كاراكلا أوروبا أمريكا الصين وغيرهم، قدمتوا فين العروض ولكن ضلت روح كاراكلا وضلت روح الشرق اللي عم تعطوه، كيف حفظتوا هالموازنة؟ لك اليوم مسيرة كاراكلا صار عمرها 55 سنة، فصار عندها القدرة أنه وين ما راحت حول العالم تضلها حامية هويتها العربية، حتى ما نكون عم نقلد الآخر، بدنا نكون نحن مبدعين من بلدنا من لبنان، ومبدعين من هويتنا الشرقية، هويتنا العربية. مش إن هيك اليوم بتقولي مسرح كاراكلا مش فقط عم يمثل لبنان، عم يمثل الهوية والثقافة العربية يعني. فلا شك أنه نضلنا نحن بتراثنا، نضلنا بتقاليدنا، بعاداتنا، ولكن الترجمة، التنفيذ المسرحي بيكون بطريقة معاصرة، بطريقة تقدر تتكلم ويكون عندنا علاقة مع أي مسرح أو بأي بلد عم نزوره. خبرنا عنها أكثر، يعني هالرحلة اللي من اليوم امبارح وبكره، نعم، 1972 لجميل وبصينا 2024، نعم، الأصالة، التقاليد، إرث كاراكلا، العصرية والتقديم بطريقة شيقة والمواكبة من مكان، كيف عم تجمعون الاثنين اليوم؟ هون التوازن إذا بدك، هون بيجي يعني بتجي الخبرة، هون بيجي الإبداع الفني، هون بيجي الفريق المبدع اللي عم يشتغل معك، وهون بيجي قراءة المسرح اليوم العالمي وين موجود، والمسرح لوين عم يكمل، لوين رايح يعني، وشو قوة المسرح الثقافة أو الفنون عالميا حتى يقدروا يوصلوا رسالة، إن كانت رسالة اجتماعية، رسالة سياسية، خطرات رسالة ثقافية. هون التوازن ما بين الماضي والحاضر، هون مثل ما قلتي حضرتك أول شيء، الماضي يعانق الحاضر، ففعلا الماضي يعانق الحاضر بمسرحية كاراكلا، مش فقط بالمضمون ولكن بالطريقة التنفيذ تبعها، اللي كان بالموسيقى، اللي كان بالديكور، وخاصة اللي كان بهويتنا العربية، اللي فإذا نحن اليوم عم نضلنا حاملين جذورنا وهويتنا وتقاليدنا، ولكن الترجمة هي ترجمة ما بدو الغربية ولكن ترجمة عالمية. نعم، يعني فن كاراكلا متوارد من البي للولاد، اليوم حضرتك وأليسار عم تتقاسموا هالمسؤولية. بدي أسأل، أوريليوس رح يحملها بكرة؟ ليك سؤال كويس جدا، هي مش ورثة الحقيقة. يعني عبد الحليم كاراكلا بنى هالمملكة الفنية، ومش اللي بيعرف كاراكلا بيعرف انه مش حيجي ورثها لأولاده، ولكن اللي حيجي يعلمها للأشخاص اللي ممكن عندهم قدرة مش فقط يكملوا، ولكن اليوم نحن مسؤوليتنا أنا واليسار هو التطور، مش الاستمرار فقط ولكن الاستمرار والتطور. فهي مش ورثة أبدا، هي بعد خبرة 20 سنة لألي واليسار بها المجال المسرحي، قدرنا اليوم عم نبلش إذا بدك، وعم نكمل رسالة كاراكلا كمسرح كاراكلا، مش فقط كعبد الحليم كاراكلا بس كمؤسسة كاراكلا. اليوم بتقولي كاراكلا هي هوية ثقافية عربية عالمية، عم بتجول مثل إذا بدك سفرة ثقافة لعالم العربي. فبدي أشوف يعني بده الواحد يثبت حاله بعلمه، بثقافته، بالخبرة تبعه وبالقدرة، إذا في قدرة استمرارية أو لا تنشوف. وإحنا منتظرين لنشوف، ومنتظرين الأكثر إذن 17 و18 من الشهر الجاري على مسرح المياسة، عرض
بثينة وجميل جميل وبثينة. جميل وبثينة من مسرح كراكلا. شكرا جزيلا لك. شكرا. مخرج العمل إيفان كراكلا تفضل. شو أنا كمان بدي أشكر أكيد وزارة الثقافة بدولة قطر و شؤون مركز شؤون المسرح لاستضافهم لمسرح كراكلا. عنا علاقة كتير كتير قوية مع قطر ثقافيا، بلشت من 2007 مع قطر فاونديشن، ونحن كتير سعيدين وفخورين أن نرجع اليوم نجي على البلد العريق لنرجع نقدم هالمسرحية اللي انطلقت من السعودية من هيئة العلا لجمهورنا الحبيب اليوم والكريم في قطر. وهيدي الرعاية للأعمال وللمسارح الكبيرة وللفن وللثقافة اللي بتثري الساحة فعلا الثقافية وبتسمح لأعمال مثل هذه بالظهور والانتشار وعرضها عليها، وفي الآخر احنا الكسبانين الأكثر مشاهدي ومتابعي ومحبي المسرح. اليوم شكرا جزيلا لحضورك معنا، بنتمنى لك كل التوفيق في العرضين واللي بالتأكيد حنكون حضور فيه. شكرا.